وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعماله. تلك المصيبة أن كثيرا من الناس يعيشون على باطل، يغمسون في باطل، يتنفسون الباطل، يتنفسون الكذب، ويرى نفسه على صواب. وزين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله. هذا كلام من؟ الهدهد. الهدهد مهندس مياه وخبير مياه وعنده استشعار عالي، لأن الهدهد إذا أتى في مكان ووضع منقاره هنا يعرف ما تحت المنقار متر على الأقل. أيوة والله سبحان الله، يعرف اثنين حبة تحت متر، يظل ينقر حتى يصل إليه. فمن علمه ألا يسجدوا لله. واستكمل الهدهد شرحه فقال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، اللي هو الحاجات المستخبية، يعني الخبأ، الكنوز والزخائر وميراث الجاهلية. الهدهد يعرف هذه الأشياء كأنه خبير عالمي، كأنه معاه مليون جهاز عالمي. سبحان الله. فمن علمه؟ الذي يخرج الخبأ، يعني الحاجات المستخبية في السماوات والأرض، ويعلم ما تخفون أولا، ركز في هذه، وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. كما تلاحظ أن الهدهد بيتكلم عن الله بلغة اسمها اللغة الواقعية، يتكلم من واقع ايه؟ من واقع احساسه هو، من واقع شغلته، خبرته، معرفته، ان هو عارف بطبقات الارض. فلما يتكلم عن الله يتكلم عن الله من طبقات الارض التي يفحصها ويعرف ما تحته. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. طيب الأرض فيها خبأ، فيها خبايا، فيها كنوز، فيها آثار الجاهلية، هل السماوات فيها خبأ؟ ركز معي وفنجل معي. الأرض فيها خبايا تحت، خبيئة كما يقولون. طيب هل السماوات فيها خبايا؟ طبعا السماوات كلها خبايا، جميع خبايا الأرض نزلت من السماء. خذ مثلا: وألقى في الأرض رواسي، يعني الجبال أصلا تكوينها في السماء مش في الأرض. وألقى، ولذا عناصر الجبال تكوينات الجبال غير تكوينات الأرض. الأرض 16 عنصر، الجبال 60 عنصر. وأنزلنا الحديد، مش من الأرض،